بكم إخوان وأحبائي الأعزاء المشتركين بالقناة على اليوتيوب. معكم الفنان توفيق الذهبي، عازف الأورج والموزع الموسيقي في البرنامج التعليمي لتعليم الأورج بأشهر الأغاني العربية والمغاربية، وكذلك التعريف بالمقامات العربية. فدائما أطلب منكم السبسكرايب واللايك والشير والبارتاج لتدعمونا ولنواصل أكثر. اليوم غنديروا واحد سيري شعبي، أي كوكتيل شعبي صغير للفنانة الحاجة الحمداوية، وهي هي جاية صفار وتخضار مع أغنية خوتنا يا إسلام. هذا من أشهر الأغاني الشعبية المغربية، فكنتمنى أن تنال إعجابكم وبقوا معنا لتستفيدوا. طبعا أغنية هي جاية صفار وتخضار للفنانة الحاجة الحمداوية هي أخوتنا الإسلام، هذه من الأغاني الشعبية المعروفة، هي على مقام بياتي لا. حنا غنغنيوها على مقام بياتي لا ناقص اثنان على حسب الطبقة الصوتية ديالي، يعني غنلعبوها بياتي على الله ناقص اثنان في ترونسبوز. والبياتي على الله كتكون فيه السي بالربع تون فقط، تتكون السي بالربع تون والفضياز بالربع تون فقط كممر. يعني الناس اللي كيسولوا على هذه القضية في البياتي، البياتي كتكون فيه ربع واحد و فقط الربع الثاني، وتكون كباساج يعني كممر. غناخذ ايقاع حضاري باللم على سرعة 104 ونبداو في الأغنية. الجملة الأولى اللي هي مثل الغناء، غنعاودوها ببطء من مري من هنا. غنعاودوها مرة أخرى. الآن غنعاودها مع الإيقاع ثم الغناء. المقطع الاول والثاني، يعني باش تاخذوا عليه واحد النبذه.
الان غنعاودوا الموسيقى ثم ندخل مباشره خوتنا الاسلام، يعني في القلبه ديال السي سويت غنديروا ايقاع شعبي غنقلبوا. صار فقط هنا نوع واحد الاشكاليه هنا، مثلا خدنا يا الاسلام زو بنا العلم، هنا عجم، هنا اصبحنا عجم على الضوء، ولكن عجم على زو بنا خدنا يا الاسلام، خدنا يا الاسلام زو بنا العلم زيدوا بنا القدام الخياب الدابة زيان. هنا كنفعلوا الربع تون على السي غاب الدابة زيان اهدادا أدادا، هنا كنمشي واحد البياتي خفيف، يعني واحد المقطع من البياتي أدادا أدادا وعيط الله. هنا رجعنا عاوتاني للعجم، عيط الله تصيب العار، أصبح عندنا السيبيكا، عيط الله تصيب الله سالوك حيلة وهي، هنا رجعنا للعجم، يعني كنكون واحد الباساج ضعيف يعني قليل ديال البياتي على الله. نعاودوه آخر مرة، خدنا يا الاسلام هزو بنا العلام زيدوا بنا القدام الخياب الدابة زيان اهدادا اهدادا وعيط الله نصيب الله سالوك حيا وهيا. كما لاحظنا غنينا هنا العجم ثم كان عندنا باساج ضعيف يعني قليل من البياتي ثم رجعنا للعجم. طبعا كانت هذه نبذة مختصرة من الأغنية جاية هي هي جاية صفار وتخضر مشروكة مع خوتنا يا الإسلام للفنانة الحاجة الحمدوية، فأتمنى لكم الاستفادة وإلى اللقاء في حلقة قادمة.